مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها في أسرارها جمر. آه من جرح دفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب وناب، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح دفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. سلوى أبا أشوفش، والله خياط دكان حديقة مجمع، المهم إني أشوفش. زين نظرة من الدريشة على الأقل، وحويش عاد قبل كنت تقدري. الأستاذة ليلى قبل لا تريحنا وتستقيل حطت لنا أكبر بلوى في الغرفة. البنت اللي جاية تسكن عندنا أكبر فتانة، وإذا شافتني أسوي أي شيء غلط على طول تروح تفتن. وأنا بعد خاطري أشوفك بس ما أقدر، أهم شيء سكر الحين وراي مذاكرة.
صاحبنا عند سبوك وما برد علينا ان يطمن اني فازت. يا رب تفوز، يا رب تفوز عشان يبيع لنا الاراضي بقلب راضي. ان شاء الله توكلنا. مبروك يا فايل، مبروك مبروك. الله يبارك فيك انت يا شيخ، ما شاء الله نوقك يا ابن المركز الاول، فاز في الابكار وفي الذلايل ما شاء الله. الحمد لله على كل حال، هذه لاني اللي مراعيني زين. ما شاء الله، شوف الله الاصحار وصلوا. الاصحار الله اللي جايين يشتروا ارض حمود. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. حي يا حي. حالك؟ حي. ايش حالكم؟ طيبين؟ ايش حالكم؟ حالكم؟ الحمد لله. حالكم بالخير. الله يعطيكم العافيه. حي الله وسلم. ايش حالكم؟ يا الله يسلمك. وفال دار الطيبه. يا الله يسلمك. شن لا والله. لا والله. ما تقدمك. لا حشيش. علومكم عندك ديار طيبه؟ العلوم عند الرجال. عندك. ما خابرتوا بشيء؟ مرحبا. ماشي الا الخير لنا ولكم الخير ان شاء الله. قربوا يا جماعه، قربوا بالتقهوى يا حي. تفضلوا تفضلوا. ايش قلت لي يا ايش الرايل الارض وحين عند ود عمي فايل؟ هي نعم. وليش ما قلتوا لي من قبل؟ انا اخاف ود عمي فايل يقص علي ويقول اني ما بعت الارض وهو بايعها. انا بتوحي على عمري وبروح لهم، كون ود عمي فايل اذا ما باع الارض ببيعها انا. خل اقوم خطفوا معي عشان اقاسمكم. كأنك مرة بتبيع. هذيك الارض العمي الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. وولده بعدنا نترياه ان شاء الله يوصل بالسلامة ذكره بالخير. الله يذكره بالخير. ولد عمك وين صار؟ والله يا اخوي بروحي ما اعرف له. تصدق انه صار لنا نحلسه 40 سنه وليه الحين بعد ما وصلنا. 40 سنه؟ والله فيكم بارد تتريوه كل هالسنين. هذي حق، ويوم بي بيلقاه قدامه. الاعيال الحمدي بن محيسن بن رامس الميز معروفين بلا شيء. الواحد لو يوصل منهم هين ما يوصل، يوم بي حق بيلقاه قدامه. انا وانت بنتبايع. خذ الفلوس، ويوم يرد ود عمك اعطيه الفلوس. لا حشي، خلي اول يريع ود الميز وعقب انت فاكر. واذا ما رد ماشي لك ارض عندي. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا جماعه بترخص. عاد برايكم، انا بيع ما اقدر ابيع، سمحوا لي. دامكم واصلين يا جماعه بتعشوا معنا، ترانا فايزين. حق 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 فايز. بعد العشاء بتروحوا. لا حوراني درب طويل، تعرفوا المسافه. جزاكم الله خير وباكم تعذروني. خلينا يلسين شويه. اذا كان على الاشي خلا بنتعشى في بيتي. خلينا يلسين شويه، يمكن يغير رايه ويوافق. لازم تعطي عمرك اجازه عشان ترتاح كم يوم. اي والله زمان يا موزه ما يلسنا باعه. انا ماخذين من الشغل وانت يالسه بوحش. البارحه ما رقت، كانك تفكر بشيء. خليني يا موزه باللي كنت افكر فيه. وسمعينا قصيده من قصايد زمان اللي تحبينها. انت قصاده يا موزه، وانا زمان ما سمعتك، وش تسمعين؟ وش تحب تسمع؟ ميدان ولا ساحلي ولا مسبع؟ انا اسمع اللي تحبيه، لان اللي تحبيه انا احبه. الله حظك يا موزه.
سيارة؟ ما شاء الله. لعبة؟ حلوة. حلوة 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 مثلت. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. إيش هالجلسة الحلوة؟ إن شاء الله دوم فرحانين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طلال؟ أشوفكم مخلصين السوق كله. ما شاء الله شايف كيف؟ ها شوية تعويض على الأيام الماضية. يلا صغيرين نروح نبدل ملابسنا؟ يلا. يلا يلا. بس أذنكم. يلا. يلا. يلا خلا. ما شاء الله عليهم. فرحانين الأولاد. دوم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل السلام. زين ليتي. ذياب اليوم طربان ويبا يسمع شعر. كل واحدة منا بتعق عليه شيء. زين. توبة سمع شيء يفهمه زين. سرك ولو ضميته في المنتهى بيبين من أول التاليته بيظهر على القبيل. تقول ما بتبيع الارض ليش؟ هي ارض ابوك؟ هذا ورثنا ورثنا. اسمعني انت، الارض اللي مبايعنا هذه امانه، وانا ما بخون الامانه. يا اللي ان شاء الله موت جوع. ما بتموت جوع لانك قماط عود، تشتري الصيد بالرخص وتبيعه بالغلا، تقص على الوادم، والمثل يقول من قص على الوادم كل فلوسها. اسمعني انت، اني اشتغل اكد على عيالي، ما بيوبك انت من بيت الشقه لبيت اليعده. يا الهدره يا الردي للمرضي. وين مرضي؟ يلا كل واحد يروح بيته. انا بروح وانا هو معك. وانت ايش واحد تسوي؟ زول ما تجينا المشاكل من الخده. خاصوا انتوا ربك كل واحد يروح بيته. هيا تعبت وانا احاول اقنعه، وهو ابدا ما راضي يسمع مني. يقول ما يقدر يتصرف بالارض الين ما يرد ولد اخوه. هذا صاحي ولا مجنون؟ ولد اخوه من 40 سنه ما شاف، كيف تريه؟ كيف اصلا هو ما يعرف اذا كان هذا حي او ميت؟ المهم هذا اللي قدرت اسويه، بس الريال يقول عنده أراضي وايد إذا حابين تشتروه. بتصل بالمستثمر وبقول عن الأخبار. بس أنت ما قلت ويش اسم الريال سطورة؟ اسمه فايل الفا فا فا فايز فا ال صراحة نسيت اسمه يا أبوي، بس لو تذكرت بخبرك. أهلين أبو قيبر، كيف الحال؟ طمني شو صار معك؟ هيك لك كان معناته أنا بحكي مع طلال وأقول له شوف الأرض ويحكي مع أصحابه. ماشي، مع السلامة.
مرحبا طلال. ضاع حلمك يا طلال، ضاع الحلم. وعليكم السلام. بيانات موكل كاملة، تفضل. شكرا. أنا اللي لازم أشكرك. على ويش؟ أنا ما سويت شيء. وقفتك معي ودعمك لي لمعاني كثيرة. إحنا أهل. أتمنى إنك تقبل اعتذاري عن اللي سواه أبوي. أنت مالك ذنب في الاستواء. شكرا مرة ثانية. انت مالك ذنب، احنا مالنا ذنب، ندفع ثمن اخطاء غيرنا. بعدين المستثمر اللي حاب ينفذ المشروع فشل في انه يلقى الارض المناسبه للمشروع. معقوله؟ وبعدين ليلى، المشروع حلمي. طبعا حلمك، وانا قلت لك حلمك لازم يتحقق مهما كانت الظروف. يكفي انك تعبت في كل هالتعب، ومشروعك لازم يتحقق. أنا مصممة أنك تنجح وتبدع فيه، وإن شاء الله بيستوي اللي يرضي طموحك. أنا لقيت الأرض المناسبة حل المشروع. يعني خلاص انحلت المشكلة. وين لقيتها؟ المزرعة. علامها؟ هي أنسب موقع حبناء المشروع. حلو، يعني الشركة بتحول المزرعة. مزرعة من؟ مزرعتش. مزرعتي؟ مزرعة أمي؟
ما شاء الله ملابس جديدة. انت تحسبني صدقتك يوم قلت لي جمعة نحن شركاء، لازم تكون بيننا ثقة، ما انت تقول عني كذاب. وهالملابس من وين جايبينهن؟ مع هيثم. اذا ما تصدق روح سأله. لا مصدق مصدق، لكن اسمعني، المرة الجاية انا اللي فهمت؟ فرعي هاي سوي فوق بيت ها؟ هاي سوي عمي خازم اطير حمام اطير حمام. نشوفك من فوق بيت مرعي. وقف يا مرعي وقف، انا بعرف لك ودماغك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ما؟ وين سما؟ سما في بيتها. هذا بيتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بسك ما برضى عليك، لين ما تردها؟ إن شاء الله يا الغالية بردها. متى؟ وش هالحالة؟ كيف تروح على نفسك هالحالة؟ ما نحن انتو ويش؟ خير يا بنتي. وش قلتي حال عمتي موسى؟
ما قلت لها شيء غير اللي لازم ينقال. لا تخافي، ما قلت لها عن هذا، بس قلت لها تنشد ولدها إن كان يباش ولا لا. طبعا قفر يباني. انتي بتجنني بي، كيف يباش وهو مودرنش؟ انتي في بيت وهو في بيت. انا روحي ما عارفه السبب، بس اللي متاكده منه انه هو يحبني مثل ما انا احبه. ماشي سبب كذي احسن، كل واحد بيته، لا هي اشتكت ولا يعني ما حد له خص. انا امك، لا تقول لي مالك خص. امه بردي راسك وسيري رقدي، انا وسبب نتصافى. ما يوز يا ولدي، عيب عيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد وزوجته متفاهمين على شيء، وين العيب في التفاهم؟ خبريني. متفاهمين؟ سما شكت ليش؟ أمها شكت لي وقالت أمونك ما باغي سما. ما من فضلش، أنا جاي تعبان من الشغل وباسير أركض. قيفر ما بتقولي ويش سالفتكم؟ الصباح فلاح يا الغالية، صبحي على خير.
معقول يكون كلامي مع صدق؟ اللي كان يراقبني ما يراقبني، وليش يراقبني أصلا؟ بعدني شاك في شيء، وما برتاح لين ما أعرف هذا الشيء. السنة المحصول بشر بالخير والحمد لله أكثر من السنين اللي قبل. سويت الزين يوم إني زودت المصروف عليها. الله بيعوضش على اللي صرفتيه بخيرها إن شاء الله. ليلى حلامش أبوي ما أعرف، أحسهم كأنهم أولادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذيلة؟ هذيلة ليلى تعرفها. عندش مشروع جديد ولا ما عندي خبر؟ المشروع مشروعي أنا. وش ناوي تزرع إن شاء الله؟ أزرع بيوت. مكان المزرعة؟ لكان حلم أبوش وأمش الله يرحمهم. عقب ما يتم المشروع بشتري لها مزرعة أكبر من هالمزرعة بمرتين. تسدني هالمزرعة. طلال شوف لك مكان ثاني حمشروعك. الموضوع فيه سوء تفاهم بينحل. سوء تفاهم؟ مرتك طردتني من المزرعة، بحياتي ما نهمت هيك إهانة أنا. طيب خليني أتفاهم مع زوجتي ليك لما تستأذن من مرتك بعدين تعال احكي عن المشاريع. أنا الغلطان أساعدك بهيك مشروع. بنت وصلي خلي سما تكلمني وأنا بيا أخذش على طول. لا تتعب نفسك، ما خلي سما توصلني. تعبي شراحي. اهلا استاذ، طمني وايش الاخبار؟ متى صار هذا الكلام؟ زين زين، انا بفهم من السالفه كلها. مع السلامه. خير يا ابو جيفر.
خير يا أم كيف خير؟ مشكلة صغيرة في الشغل. ما قلتي لي إني شرافة؟ سكوتي ما كان علامة رضا. ما أعرف حويش كنت مأمل نفسي إن أنت ممكن تضحي عشان في يوم من الأيام. يلا حبايبي صيروا غرفتكم الحين. يلا طلال، أضحي لك بروحي لكن بروح غيري ما أقدر. هو مشروعي، حلمي، ما أقدر أهدم حلم أمي وأبوي علشان حلمك. هدي نفسك يا ولدي، ما استوى شيء ومشروعك ان شاء الله بيتنفذ. انا هالمره بسير للريال صاحب الارض الاولى للمشروع، وايش رايك تمشي معي علشان تكون محاوله اخيره ونفكر مع بعض في ارض ثانيه ورابعه وعاشره؟ وانت كيف عرفت؟ انا يا ولدي سالت وعرفت. انا يهمني ولدي تتسخر له كل الامور. تعال يا ولدي، تعال صحيح. خلنا نحاول في الأرض ونحاول في البديل مرة ثانية. أنا اتصلت بصاحبي اللي رتب لي الأراضي وقلت له نروح نحاول مع أصحاب الأرض مرة ثانية. المزرعة أنسب مكان حل مشروع، بس لأن خالها يديرها هي ما قادرة تخالف. اشتبال المزرعة يا ولدي، لا تزعل علي. وخلي بيتهم ليلى فهد عشان ما يزعل علي. أشوفك وايد حريص على زعل علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت ويش لك بالريال؟ مأثر على زوجتي بكل قراراتها. الحين نحن في مشروعك، محتاج أرض بنجيب لك الأرض. اخترت أتعب على عمري من غير ما حد يساعدني. ودّر عنك هالكلام الفاضي وخلنا نروح على السمسار. يلا قوم قوم تفضل. ماما ماما تعالوا معي. نعم.
أمي تقول إنك يم لو سمحت اطلع خليني أكمل شغلي إذا